نبقى دائما مع أخبار المنتخب الوطني. أقدم الدولي الجزائري أندي ديلوغ على عرض قميصه أو قميص ناديه السابق تيجيريس الذي توج معه بلقب موسم 2016-2017 في المزاد العلني، وذلك في إطار مساهمته في مجابهة فيروس كورونا. وقال لاعب مونبوليي في فيديو نشر على تويتر بأن عائدات القميص توجه لمحاربة الوباء. Salut à tous, Andy Delors, attaquant du MHSC. Donc voilà, pour le personnel hospitalier, je mets mon maillot porté des Tigresses, saison 2016-2017, où on gagne le titre, aux ventes aux enchères. Voilà, n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause. À très bientôt.